أهلا بكم. خلق الله لنا طبيعة مذهلة بها مخلوقات مدهشة وظواهر لا تصدق حتى أجسادنا مليئة بالمعجزات. وإذا كنتم تعتقدون أنكم قد رأيتم كل الأشياء المدهشة في الطبيعة فأنتم الآن على وشك أن تغيروا وجهة نظركم، فالطبيعة ما زالت تحتفظ لكم بمزيد من المفاجآت. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم 6 أماكن طبيعية على الأرض والتي تبدو مستحيلة من وجهة نظر العلم، ابقوا معنا. بركان كاوايجين. عندما تصور البراكين تقذف حمما وصهارة برتقالية اللون، وغالبا ما تكون الكتل الصخرية البركانية الحارة والمنصهرة ذات لون مائل للأحمرار، ولكن بركان كاوايجين الإندونيسي يختلف إلى حد ما، وهو أمر صعب التصديق بالفعل. فهذا البركان ليس بركانا طبيعيا بل أنه فريد من نوعه حقا، حيث يخرج حمما ذات لون أزرق. وبشكل عام هو ليس بركان ولكنه جزء من سلسلة بركانية، وعلى عمق 200 متر أسفل البركان توجد أكبر بحيرة من حمض الكبريتيك في العالم، وفي كل صباح ترتفع غازات الكبريت السامة من باطن الأرض، ولكن درجة حرارة الفوهة تكون غير كافية لتغيير اللون. وعند خروج الغازات من خلال الشقوق البركانية ذات درجات الحرارة المرتفعة للغاية أو من خلال الشقوق التي يحفرها عمال المناجم، تخترق تلك الغازات وتتكثف وتتحول إلى كبريت سائل بما ينتج عنه هذا اللون الأزرق المميز للحمم. البركة الزرقاء. تلك البحيرة المذهلة ذات اللون الأزرق الزاهي تجتذب الناس من جميع أنحاء العالم إلى اليابان لمشاهدتها، ويعتقد البعض أن هذا اللون الفيروزي الرائع ربما هو نتيجة لتسرب بعض الأصباغ إلى البحيرة، ولكن الحقيقة هي أن هذا اللون طبيعي تماما، ولا يزال السبب في تلون البحيرة بهذا اللون غير معروف. ويعتقد بعض العلماء أن سبب تلون البحيرة يرجع إلى وجود مكان ما تحت الماء به ينابيع ساخنة ومياه مشبعة بأملاح الألومنيوم والتي تعكس أشعة الشمس من تحت الماء بما يكسبها ذلك اللون الفيروزي، ولكنه مع ذلك تفسير غير مؤكد. نهر شاناي تيمبيشكا. سوف يظل هذا النهر مصدرا للأساطير وقصص الأرواح الشريرة إلى الأبد، فمياه النهر تغلي بدرجة غير طبيعية وكأن هناك تنور عملاق أسفل النهر، وتصل درجات الحرارة في بعض الأماكن من النهر إلى 40 درجة مئوية، وفي بعض الأماكن الأخرى قد تصل إلى 100 درجة مئوية. ولفترة طويلة لم يستطع أحد تفسير الأمر تفسيرا منطقيا، حيث توجد ظاهرة المياه المغلية بالقرب من مناطق البراكين، وهذا أمر معروف. ولكن هذا النهر ذاتي التسخين، حيث يقع أقرب بركان من النهر على بعد 700 كيلومتر، وحتى الآن لم يتمكن العلماء من تفسير ما يحدث في النهر، ولكنهم أجمعوا على أن ذلك المكان فريد ولا يوجد له مثيل على الأرض. شلال موريشيوس. الشلالات موجودة في كل أنحاء العالم ومعظمها له منظر طبيعي وعادي، وقد تختلف في الحجم والشكل، فمنها الضخم ومنها غريب الشكل أيضا. ولكن هل سمعتم من قبل عن شلال موجود تحت الماء؟ توجد تلك الظاهرة المذهلة في المحيط الهندي بالقرب من ساحل موريشيوس، فإذا نظرت إلى هذا المكان من الطائرة فإنك ترى الصخور المرجانية والرمال بشكل غير اعتيادي، حيث يبدو المنظر وكأن المياه تسقط من أعلى شلال تحت سطح الماء، وبالطبع هو مجرد وهم بصري لا أكثر. الصخور الرنانة. إذا كنت في وقت ما قريب من مدينة بوتستاون بولاية بنسلفانيا فلا تنسى أن تذهب لمشاهدة تلك الظاهرة الغريبة، ولا تنسى أيضا أن تصطحب معك مطرقة. من المعروف أنك إذا حاولت طرق أي صخرة عادية فسوف تسمع صوتا هادئا وعاديا، ولكن عند الطرق على هذه الصخور فسوف تسمع صوتا رنانا وموسيقيا. ولسنوات عديدة احتار العلماء والجيولوجيون في تلك الظاهرة، حيث يبدو الصوت الصادر من الصخور وكأن الحجر مصنوع من المعدن المجوف من الداخل، وتختلف الصخور من حيث الشكل والحجم حتى أن كل صخرة تصدر صوتا مختلفا. ومن المثير أنه يمكنك تحويل النزهة في هذا المكان إلى حفل موسيقي ممتع بصحبة أصدقائك فقط باستخدام بعض المطارق. الينبوع الحجري. ربما قد سمعت من قبل عن أسطورة ميزودا التي تقوم بتحويل الناس والأشياء إلى حجر، فهناك بئر يقوم بنفس الشيء ولكن ليس فورا، حيث يقوم البئر بتحجير الأشياء خلال شهرين، وتلك هي أيضا فترة قصيرة. يقع هذا الينبوع الأسطوري على شاطئ نهر نيت في بريطانيا العظمى، ومن ضوئدة قرون وفي ظل عدم وجود علماء لتفسير الأمر كان الناس يعتقدون أن هذا المكان ملعون ويسكنه الشيطان. أما حاليا فبعدما قام العلماء
العلماء بدراسة هذه المياه اكتشفوا وجود كمية كبيرة من المعادن والأملاح بها، والتي تعمل على تحويل الأشياء بسرعة إلى صخور. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تلك الأماكن التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد نالت إعجابكم أكثر وترونها لأول مرة في هذا الفيديو. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.